الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعل لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيء. تعالوا نؤمن ساعة ومحاضرات كوكبا ونقوم قعدرنا كالي أن ساعة رمينا الله سبحانه وتعالى. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، العسر واليسر أوقات وساعات. وأكرم الناس ما بين الورى رجل، تقضى على يده للناس حاجات. لا تقضعن يد المعروف عن أحد، ما دمت تقدر والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت، إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. روى ابن أبي دنيا في قضاء الحوائج، والضبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الحلية، والخطيب في التاريخ، بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد، فيقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. روى ابن أبي دنيا في قضاء الحوائج بسند حسن عن عمرو بن دينار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو يطرد عنه جوعا. ولن أمشي من أخ في حاجة أحب إلي أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وحين غيبت أن كواد أينو موضوع أينو وطلق الله عوانك صمد إياها الكلقة أينو قلقنا إكالي أن ساعد إله الرميني أينو كغو رمي دونا سما فلك إيا وناقا إيا إحسانك إيا الروح إلهي سبحانه وتعالى إيمانك إيا هنتظى الله سبحانه وتعالى وإسقدري قعنتي سؤيني فرناتو أو خلقك يعني إيا مؤمنين تأنت كهو سيسا خوص أوفيريو باهدو دي حاجاتكو دي دنتو دانا أوحك لقبتو. وحولي هاي نبيين صلوات الله وسلامه عليه حديثك أينو كوب لوني: إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد. الله وحا أصغنا دي أدومو با أصغنا دي أدومها سؤال وكو قاري لي نعموين كيسا إلهي با كو قاري لي سبحانه وتعالى ألا أوهي بيي وقعنتو دقليي محال أوهي بيي محال نعموين كالوسيي محال قعنت اللو قليي إلهي وحوله لمنافع العباد أضومها إلى أنفعان فقيرك يا مسكينك يا متك ظروفيسا
إن جعنتوذو أي أفرنات حولان إلهي سييبا كو إلى شنية سبحانه وتعالى حنبيقين ليه صلوات الله وسلام عليه الله سبحانه وتعالى وحؤسي أدومضا إني كو أنفعان وعلى الله سبحانه وتعالى فيقرهم فيها ما بذلوها حوله النعمة إله سبحانه وتعالى أوسيي إلا مكانية قعنت اللوغي ليبا لقصوا بيا إلا قرما لقصوا بيا ما بذلوها انت أي بحنيان الله سبحانه وتعالى تشددك أوفري يدريق يدي حقها أي كو بحنيان حولي نبي أن صلوات الله وسلام عليه فإذا منعوها هدي من عيان وحوله وضد حقها إن يكب عيان أي ديدان نزعها منهم الله أوليبتي سبحانه وتعالى ديقدان الله كو أمان يستيحولها نسيي نزعها منهم الله كسيبية قعنتو ذئي فرهو ذا لقب حنيا والرسالة كوجها دتك جنا عصتذا إيه تجارتها يعني كوجها حلي نبيه صلوات الله وسلام عليه فحولها إلى غيرهم حوله جعنت اللوج لي بالجور يجينا يا كتبنا وحلوور يجينا يا غير كود أيضا يجا هين باللوور يجينا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله سبحانه وتعالى وحقوكو نعميي نعمة الله سبحانه وتعالى وكسيي شكر يدي يحل قدشد يدي هدير لقاوايو أمن لي نقاوايو الله وحوليه سبحانه وتعالى نبي وحوليه يوال لقاو ريتشين وعيدان يقاهين بالو ريتشين إمام مسلم في صحيحه وحكورنا من حديث أبي هريرة حلي من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا روحي قف مؤمن كفيدة لباتك من لباتوين كأدنيا الله سبحانه وتعالى وحو أبا الكدا وحو إلهي كفيدة سبحانه وتعالى نفس الله كربة من كرب يوم القيامة لباتوين كقيامة من لقفيدة ما يصدق من لباتوين كأدونك إيا لباتوين كقيامة يصدق من لباتوين كقيامة ودائم لكن لبتنا دنيا دوال لقبحة وحوليه النبي صلوات الله والسلام عليه ومن يسر على معسر روح معسر أو فقير أو لباتيسن روحي أفضو ديا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة إلهي ما أفضو ديا الدنيا ذي آخرة با الله سبحانه وتعالى لبدا دارود با إلهي ما أفضو ديا يولبت أيو الله سبحانه وتعالى كسم التبحية وحنبي قيل لي صلوات الله والسلام عليه ومن ستر مسلما ستره الله روحي روح مسلم أسطرة ستره الله في الدنيا والآخرة روح مسلمة أياد استرتو عيبه سيباد قريصي يعني ماشي وكد يعنى أياد كتوسيسي الله بأدينا عيبها أستري مالين كقيامة الدنيا آخرة وإلهي بعيبها كو أستري حنبيقين صلوات الله والسلام عليه كسو قبقبيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الله سبحانه وتعالى وحو أهادي أدون ككلمة دي سيئة قرب كي سوء هذا معي يعني معي سوء هذا والنصر إيهيل أيو إلهي سبحانه وتعالى أوصيني توفيق دو الله سبحانه وتعالى أوافجني تلذي سؤال سبحانه وتعالى توسيني مالك سوء إلهي سبحانه وتعالى أوبركيني حديث كصد هذا النبي جينا صلوات الله والسلام عليه كسوغن ابن أبي دنيا يا ورنية عمر بن دينار مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كورنية وحن بيجين صلوات الله والسلام عليه أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس
ما دوني سائنا بنقطة ضدك إلهي سبحانه وتعالى أكتي سلوج عليهاي ما دوني نادمانتين إن نقطة ضدك الله سبحانه وتعالى أكتي سلوج عليهاي ضدك إلهي أكتي سلوج عليه وحوي وأنفعهم للناس وضدك ضدك ونفعك بدن بلشدة مسلمين تضدك أقوى احترك بدن أي إلهي سبحانه وتعالى أكتي سلوج عليه taladi soo umada wax ugu qabtay xoolahiisi buu umada wax ugu taray yaani hoggaankiisi ayuu umada wax ugu taray cilmigiisi yaani marka iyo aqligiisi buu umada wax ugu taray wa anfa'uhum linnas maduni sa amalka ilaahi subhanahu wa ta'ala a'maasha alle loogu dhawaado a'maasha loogu jecel yahay حاوين دونينا دمانتين أنيقا إيا أديقا إيا إذن كوبا وين دونين وأحب الأعمال إلى الله عز وجل الله سبحانه وتعالى حقي سا أعماشا لوغو كالقعي البدن يلوغو تعليا وحوي وسرور يدخله على مسلم وفرحت وكفرحي الروح مسلم وقلي وكفرحي دباتو إيا همي باهيستي murgo iyo tiiraan yaa meel ka haystay meel baa lagaga dhiganaa asagoo aan ogeyn baad ka farxiso wixii aad siisay surprise ahaan baad yani waad uga farxiso wuxuu leeyahay nabigeenu salawaatullahi wasalaamu calayhi aw yakshifu canhu kurba ama dhib buu ka fayday aw yaqdii canhu daynan ama deyn lagu lahaa oo culayskeeda uu qaadi kari waayey oo welwel iyo hami iyo murugo ku haysay ayuu diintii uu ka guday aw yadrudu canhu juucan ama gaajo iyo baahi haysay buu ka eryey gaajadii iyo baahidii haysay buu ka baabi'iyey oo ka tirtiray yacni wuxuu ka deeqay gaajadii buu ka deeqay qiimaha ay leedahay mujtamaca muslimiintu inay iska faalo qaataan qiimaha ay leedahay mujtamaca muslimiinta burjuwaasiyadu inaanay ku badan qiimaha ay leedahay dareenka qofka waxaysta qalbigiisa ku jira iyo rajada ilaahay subxaanahu watacaala yabuuhiisa qiimiga badan uu rajaynayo iyo damqashada uu damqanayo ruuxa isaga ka hooseeya ee bulshada muslimiinta ka mida wuxuu leeyahay nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi walian amshiya maca akhin fii xaaja inaan socdo oo walaalkay xaajo iyo dan uu leeyahay aan u socdo si aan dantaa iyo xaajada iyo baahidaa haysa aan wax ugala qabto ayaa axabu ilaya agtayda looga kalgacayl badan yahay buu nebigu yidhi an actakifa fii hada almasjid shahra masaajidkii nebi maxamed oo salaada lagu tukado qiimaheeda iyo inta ay ajar leedahay aan garanayno inaan masaajidkan ku ictikaafo waxaan ka jeclahay ruux muslimo baahidiisa iyo dantiisa iyo xaajadiisa aan wax ka qabto ayuu leeyahay nebigu salawaatullahi wasalaamu calayh weliba bil inaan ku ictikaafo bil inta salaadoodii lagu tukanayo iyo ajarka ay leedahay waynu garanaynaa si markaa yoolka iyo hadafka aynu ugu guulaysano islaamku sida arinta uu u ilaaliyey waa inaynu ka faa'iidaysanaa ducada malaga soo degaya imaam muslim baa fii saxiixihi wuxuu ku warinaya min xadiisi abi hurayra ayuu wuxuu leeyahy radia allahu canhu nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi yani maa min yowmin yusbixu fiihi lcibaad ilaa malakaani yansilaa maalin addoomuhu ay waa beristaan oo waagu u beriyo ma jiro ilaa laba malag baa soo deg oo dhambaal iyo fariin khalqiga gaadhsiiya midkood wuxuu leeyahay allaahu macdi munfiqan khalafa ilaahay ou ruuxii wax bixiyey ee adiga jidkaaga iyo dariiqaaga wax ku bixiyey ee daacada rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh addeeciduu nebi maxamed addeecayo oo amarkiisa u hoggaansamayo wax ku bixiyey ilaahay uu bedel khayr qaba u gadaal mari wa yaquulu alaakharka kalena wuxuu leeyahay allaahu macdi mumsikan talafa ilaahay uu ruuxii xoolihiisa haystay
نعمتي إلهي سبحانه وتعالى أقل شكر كيدي لغوايي إيمانكي قلبي كي سكوتشري يدرينكي سي أردقا تيموايي إنو أدام قدو دتك مسلمين تا إرديباتي سنه قعنت خوصا وحولي يملكا سي أردنا يا إله حوليه سبابي واتنبي كينو صلوات الله وسلام على حديث أبو داود يترمذي أحمد أي ورينيان من حديث قيس بن غرزة رضي الله عنه فرين أو تجار تجارة يجنع ستة جارسين يو يدم بالو جارسين يا نبي جينو صلوات الله وسلام عليه وحكله يا معشر التجار جنع ستة كولا كوديو ويا تجارتيو إن البيع يحضره الشيطان والإثم بيع وحا صو حاضر الشيطان يدم بباي صو حاضر سوقيضا إيا قوبها إيا مالها وحكا لوكا لإبسانا إيا كمبنية دا نبي وحولي فشوبوه بيعكم بالصدقة بيعي نوحات كرده أهدان صدقة كرده أبو يري نبي صلوات الله وسلام عليه رواية لوحولي يحضره وحا صو حاضر اللغو يعني اللغو أيا صو حاضر إيا والحلف فشوبوه ببيعكم بالصدقة بعين وحات كل احد عن صدقه كل احد وحبحين الروح مسلم كاي وحبحين ايو مركا مساجد دا كلية اللوغة الشيقو يعني ماها ايو انو مسلو عقيدة اهان اي علم اهان اي عمل اهان او برتو ايتا وقتكم احدنا الله دادك وامان يوحولي الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاذمين الغيد والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وحي الله لي سبحانه وتعالى دتك مركو تلماميو ودتك وحبحين اي قعنتو دو اي فرنتهاي حالة برواقة اي كتيران مركا تجارة دو اي كلا سعوتو مركا قناحسي او دقيهاي مركا اكون دو اي بوحان وحبي بحين ايان مساجد دي بي وحكو بحين ايان مدارستي ايو معلمين تي قرآن كي قوبيه قرآن كي وحكو بحين ايان مساكينتي يا فقراء دي بي وحكو بحنيان مركا اي دبن يهين دبتو اي جرتو اي قنحسي هو اتكادو اي اكوندو اي مرن يهين مركا نفرج اي فبم يعني مفتاح وحي كدون ايان صدقة ان اي بحيان الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيدة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلهي وحجعليه سبحانه وتعالى كوى سماها فليا قعنتو دو أي فرانتهاي غلبي قود درينكو أو كتيرو إيمانك غلبي قود كتيرا مروال بأو سيادهيو عبادة إيا ضاحد الربي أو كسيادهيو واتربيين ليه سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يعني وحي وحكو بحنيان بألي سبحانه وتعالى وحي بحنيان وحي أنو كو إرساقنا يكو ديفني بوحكا بحنيان قرسودي إيو موغشبا ويكو بحنيا سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور بل لي سبحانه وتعالى مدونيسا تجارة عن قناحسي هذا آدم كو خسار مدوني سابق أحد يا علابات علابو أن كوكو بارين أو إكس باير ديت يا أن نكون كوكو دعين تجارة الله جنا عصو إلهي سبحانه وتعالى كيف سو جنة قيمة بدن ألا إن سلعة الله غالية ألا وهي الجنة بدي حدا إلهي وقالي بدي حدا إلهي نواتشنو بولي النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحلا بحنا يا ما وحين إنه كدر جنبي بينو بحنا هنا ما وحينو بحيننا وحينا نوباهنين ما وحينو بحيننا انت انا قد اراتك معنه هي سيدا الصناع الله قرانك وحكو له سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم الله وحو له هي سما فلك اي وناغ اي احسانك درجاتك سما غاريسان إلا أد بحسان وحد شعشهين شيء قد وش عشان إلا أد بحسه
وحد بحسان إلهي سبحانه وتعالى وأجيهاي آيات دو مركي سودك تي صحابة النبي صلوات ربي وسلام عليه رضوان الله عليهم سيدي وجوابين سيبي وفل عليين بلان سوق هذا في صحيحين حديث كأنس بن مالك رضي الله عنه عليه كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل أبو طلحة وحوها أنصار تمقال هذا مدينة دقن حقا يعني متك أقول مالك بدن لنك بيرها إيه جيدها تمر تمرك الله فيري وكان أحب أمواله بيروحا حوله سوح أغوش على بيرت بيروحا ليلهدو أغوش على فنزلت هذه الآية أيضا إذا بسودكتي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وناقي سمها مقاريسان إلا آد بحسان ألا درتي آد بحسان وحد تعشي مالي سبحانه وتعالى سيبو أبو طلحة أغوش وابي فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد حقي سوء يستاقي فقالوا حولي يا رسول الله أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي بيروحا حولها يقوحان وكي على أيضا باسود دكتي أيضا وحي نقول هذا ليس حولها يقوحان وكي على إنا نبحن ديبن حولها يقوحان وكي على بيرت بيروحا ليلات وكانت مستقبلة المسجد حي هي بير مساجد كسوق مساجد النبي كسوق سوق بلس كوبك نيدو كهرجيدي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها ويشرب من ماء طيب بير النبي يقانو وكوي سقاته وبيمعن وكعب اي هي مركاس ابو ضل حوحيري فانها صدقه لله أرجو برها وذخرها عند الله بيروحا وأدقرني سيد النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وصدقه ألا درتي أنو بحي سبحانه وتعالى إلهي درتي سانوه بيهي وحان رجينا يا سما فالكيدي إحسان كيدا أجر ككرد لنا يا إيا كيت كيدو أجر إيقو كيت سان إلهي أكتس إنو أحادو فضعها يا رسول الله حيث أراك الله حدكتا ماشي إلهي كتص سيدي إلهي كفر أمامل نبي محمد واديان كوغوريتي أيولي أبو طلحة ملاين جيهلي داد نوع عصا من يعني ما كمت هاي أمة محمد داد نوع عصا هي داد كنو لها قيب بدن وكمده هو كتيرة قيب بدن وكمده وتلمامها هي صفات كاس يعني اللي هو كتيران وحمد يعني معروفة ضد إلهي سبحانه وتعالى صدق ذا أي بحنيان جعنت أي كبحنيان إلهي سبحانه وتعالى أكو إلهي مقعي شرفنا أكو سيي مكان كود إيا من سلدودنا أعلى كره وقعد وحول النبي صلى الله عليه وسلم عليه فإني أرى أن تجعلها في الأقربين وحنر كيا وحن رأيينا يا قرابة هذا إنا دوهي بيسو أدكو صدق هذا يسطو مركز سوحو لي أفعل يا رسول الله وان سمين رسولك إلهيو أمر كاقان قادن تلغ هذا نوهو قان سمي مركز سوحو أنا سوحو لي فقسمها بين أقاربه وبني عمه وحوقيبيه قرابة دي سي المادر دي سي بوقيبيه طيب وحل بحين يحولها اللي بحين يو وحل دون يا وحي أقوق على السنة مركاد بحصو إن أتكون بحصو أديكو النفط هذا أي رالي كتاح أديكو قلبي جاك درين وكتشرو درين كاسو كوسورية إن أدله سبحانه وتعالى حولها أن أدعى ما هي صي وحكي قيمة بدن الله سبحانه وتعالى أتكي بدلتي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون أبو داود في سننه وكورنية إما دبراننا في المعجم الصغير وكورنية حديث لقورنية عبد الله بن معاوية القادري اللي رضي الله عنه حليه نبي صلوات الله وسلام عليه ثلاث
من فعلهن فقد ضعم ضعم الإيمان صدح الرمض روحي السمية إلهي سبحانه وتعالى أوافتيو فلي أرنتاس وحو دنمي إيمانك لدنكي سيبو دنمي أيولي نبي صلوات الله وسلام عليه صدح الرمض محيه من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله روح إلهي كلي عبد عبادة وبرحترة وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه سكذي حوله سنبحية هي صدقة حام كاهد لبضبع أيض نفتي سؤال رالي كتاي كالسوني كغبت رافدة عليها في كل عام صنت كستنا أيوكا المينيسو واجبات كالولي إنو بحيو نفتي سؤال وكا المينيسو حولي نبي صلوات الله وسلام عليه سكدي عام كاين سقوك ورمية لا يعطي الهريمة ولا الدرنة ولا الشرد اللئيمة حولها مركو سكده بحنيو نيفكي قبوبي ما بحنيو محايا لنقصان يعني مناشو أيو ليه يعب ليه شيء لنا إلهي سبحانه وتعالى لمسيو كان ذا قيمة بدن لغو مبتشو نيف عدل حولها كلوكة كورياي وإني نصغان با كموقتا نيف عدلنا لما بحيو نيف كبردد يعني عانها بدن الحين يتوجد يعني كاسنا لما بحيو حولي النبي صلوات الله وسلام عليه يعني ولكن من أوسط أموالكم لكن حوله نقوى دحدحات كابحية ودرجة اللبعض درجة كوباد قيمها بدن وحوي ووحي أتعش أين أدبعس درجة اللبعض نوى من أوسط أموالكم حوله نقوى دحدحات كائن أدبحسان درجة داس مرك النبي صلى الله وسلم عليه وحوله لا يسألكم من خيره ولا يأمركم بشره حوله نقوى يعني أقوانا أكسنة أقو قيمها بدن الليذن مويديسان كو أقوليتان الليذن مويديسان لكن درجاتك كرة إيمانك الروح هيك سنية والروح لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون درجة ذا هيك سنية حلو بها هي مركة حولها يعني هدي إلى هيكورون هي مركة أوبحي وحي أوبح على أوبحنا يو إيادنا شيء لبعض هي مركة لوغة بها هي وحوية يعني وإخلاصي إلهي درتي إنه أوبحي إنه كتح الله سبحانه وتعالى مركو تلمامي القرآن كواتو كلي يعني مركو الله سبحانه وتعالى وتلمامي وحو تلمامي ورتا انت ان كبحين شيء لي تئن ان لبحين ايو الله سبحانه وتعالى تلمامي ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تقمضوا فيه وحو الله سبحانه وتعالى واعلموا ان الله غني حميد حق بحننا الشيء خبيث كهاي حماها بحننا هاو قولنا أدوميه إلهي سبحانه وتعالى وحد بحسان شيء كره بحية هاو قصدنا إن الشيء حما بحسان شيء إذن نفتي نكسو قادة شيء إذن كبا أيضا قادتين إلا إن ديسكو قابد إن أتكو بحسان مو يعني طيب وحلدون يا وحنا لبحنا يا إيجنا إنا إلهي سبحانه وتعالى درتي أي نقضان حدليله الله سبحانه وتعالى وحليه ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كو تصاله وحنقون يا كو إلهي درتي وبحنا يا وتشي الله سبحانه وتعالى يرى لأنشي سيجو كدوني يا سجتان نفتو ذا أي سجان نسائي ابن ماجه أحمد وحيورنا يعني نبيه صلوات الله وسلامه على أجره إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتقي به وجه إلهي عمل لذا ما أقبله إلا وحي إساق الله برا احتري ألا درتي الله سمين أيو أساق الله لكي يدو وجهي سيرا لأنشي سلقه رادين أيو وحي أصنب إلهي سبحانه وتعالى وأقبله في صحيحين وات النبي عليه صلوات الله وسلام عليه ما من احد يتصدق بصدقه يعني الروح صدق الله بحا ما جرتو
صدقه من طيب شيء وناكسن او حلال او تبعضي حق زكاهاتي ان الله لا يقبل الا طيبا الا ما اقبل وحا وناكسنين به وحو ناكسن ويوحك الا ما اقبله الا اخذها الرحمن بيمينه الا الهي بصدقه كقدومه جعنتي سميدكت ابانا الهي سبحانه وتعالى وكقدومه يعني جعنت الله سبحانه وتعالى وصفاتك الله سيدود من ارميننا كو مخلوقات كان مرنا كما شبهين او قلبينا مسو جلس ولو بتمره حبت مرنها اتي بالنبي عليه صلوات الله وسلامه عليه حبت مرها اتي يعني فتربو في كف الرحمن الله الرحمن كان جعنتي سيكو كوب عيسى مركا يكو كوب عدنا حتى تكون اعظم من الجبل الى اي نقطه وحكوين بور وحكوين اي نقطه اي النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه فيربي كما يربي احدكم فلوه او فصيله مركا سا الهي او كوبينيا او او بربارينيا سيده مدكين يعني مركا درمانكيسا اما فرسكيسا ير او برباريو اما نيرغيسا ادي لا يكورو ير او برباريو اي او كوبينيا الهي اكتيسا و خوكيليا صدقه واوين يعني اجر كيديو بور الله ليك بو كيليا وحي اسغو او يريسنيه لا تحقرن من المعروف شيئا يعني وحي يعني معروف كاي سمفلكا وحبها كيريسن حلقتنا قيبته كواد وحين نكسو ختمينا قيبت اللبات بين ان شاء الله تعالى الى صدوم فائده وصدقه اللي هليو اين كنت المامي دونا لكن قيبتنا مقدمه اين اوت لغلي انتاس بين نكسو ختمينا الله وحويدسنا سبحانه وتعالى عمل كينا انو كدغو ميد الهي لو برحتري علمك اننا ميد لو عمل فلو انو الهي سبحانه وتعالى او كدغو عافيمات كينا الله سبحانه وتعالى الله كعبسي هي تقوى كل ما نيو عمرينا عمري بركيسان الله سبحانه وتعالى وكدغو درين كيننا درين بولشو يصدم قتا او اسقادا وهدي له يكون يكون ضعيف كي اللي تقعنت وفدسا انه اله سبحانه وتعالى ونغدغو ايانا لو يديسننا سبحانه وتعالى اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعلما نافعا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.